ايه رد فعلك على الاعمال الارهابيه اللي موجوده في الشارع المصري دلوقتي؟ طبعا الاسلام بيرفض هذه العمليات الارهابيه بجميع اشكالها والوانها. وطبعا اجتماع السيد الدكتور معالي وزير الاوقاف لنا تعليمات ان احنا نقف امام الارهاب، واي حد يمد للارهاب باي صله واي حد نشك فيه لابد ان يوقف في وزاره الاوقاف ولا يكون له وجود في وزارة الأوقاف. أما بالنسبة للذي يحدث في الشارع، الإسلام بريء منه. كيف يحدث أمام وزارة الخارجية ويحدث أمام مدرسة أطفال ومسجد، أعلى مسجد أو أكبر مسجد بإدارة أوقاف بولاء، مسجد السلطان أبو العلا، فيه العارف بالله سيد السلطان أبو العلا، فكيف يحدث هذا في أماكن مقدسة؟ هؤلاء لا يريدون أي خير، هؤلاء أفضل لهم القضاء عليهم من جميع طوائف الشعب. نقضي عليهم ولا نترك لهم أي مكان نكون وراهم بالمرصاد. فإن شاء الله تبارك وتعالى مصر دائما محفوظة، حفظ الله بإذن الله هذا البلد الأمين، وإن شاء الله يحفظها بجيشها وشرطتها والشرطة بإذن الله. شكرا مولانا.